الشباب هم الطموح، هم أمل المستقبل وبناة التقدم والرقي الحضاري للمجتمعات والأوطان، وتبعث قصص نجاحهم وتجاربهم الملهمة الأمل في قدرة المجتمع على مواجهة التحديات. لذلك تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يأتي في 12 من أغسطس من كل عام كمناسبة تحتفي بها دولة الإمارات لإبراز إنجازات دعم الشباب وتمكينهم في كل المجالات، فهي من أوائل الدول التي عملت على مؤسسة تمكين الشباب، حيث يشغل أكثر من 600 شاب وشابة مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية. ففي عام 2016 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للشباب وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، كما أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تعمل على 5 تحولات رئيسية يمر بها الشباب من سن 15 إلى 35 عاماً، وتشمل مراحل التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن، وأيضاً البدء في تكوين أسرة بممارسة المواطنة والعمل الوطني. وما زال الكثير والكثير تقدمه دولة الإمارات للشباب لتساعدهم على مواجهة التحديات وإزالة العقبات أمام أحلامهم. فتعد دولة الإمارات حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج التي تتيح لهم المجال للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم. ففي عام 2017 أعلنت الإمارات إطلاق مركز الشباب العربي الذي يمثل مركزاً إقليمياً للشباب في الدولة، ويساعد على تطوير قدرات الشباب ويدعم الابتكار والإبداع في العالم العربي، فبهم تنهض الأمم وتتأسس الحضارات.